اهلا وسهلا بقناة رورو جيمز. اليوم راح نلعب سكورة. الصراحة بدي اخليه بالليل، بدي اروح هون وروح على هيك يعني بناية، بدي اروح اعرف اذا الدرج رح يفتح ام لا. لحظة نسيت وين مكانها. يا الله، لا هون مستحيل. لا هون مستحيل، لا مش عارفة وين هون مكان الصيني. لا يب هون، لا هون مش مكان الصيني. ايوه هي لقيتك. درج ممنوع ادخل عليه بالصبح، ما بعرف ليش. ليه في ناس وحوش؟ بالله المدرسة كلها وحوش. طيب وين الدرج؟ نعود بس هيك يعني. روح هيك. طب بدر، طيب ماشي يس. نروح فوق 14. ليش 14؟ ليش ما بقدر اشوف كله؟ كيف بقدر افتح الدرج؟ ليه؟ طيب استنى، اي طابق احنا بالضبط؟ لا احنا شكله بال 13. هلا ال 14. بدي اشوف كل المكان. وفي شي هون زي زر. اوكي لا بقدر اكبسه. في شي هون؟ طب انا بديش اضيع الصراحة، ما بدي اضيع. لحظة شو؟ اكشن سويتش. فهمت، هسه فهمت. هون من برا. طب شو في هون؟ هون الحمام. اي كيف بغير؟ اوكي. شفنا هون، ايش في ضل نشوف؟ ايش بصير اذا عملت ست؟ طب شو بصير اذا كسرت اشي؟ ما في اشي. ليش؟ مكان شوي مرعب، بس شكله زي كأنه فندق. شو في هون؟ واو. طيب هادي هلبس، هذا أغبى اشي عملته بحياتي. ايش صاير؟ بدي اكون اسمه هي الدرج. هي الدرج بس بعرف شو صار. اوكي خلاص. ايه هاي المدرسة الفظيعة، شكله هذا فتح لحاله. بس بدي اعرف اصلا كيف بفتح هذا الباب. ايه ما نفتح. شوفوا مليون حدا. كيف أفتح الباب؟ والله بيحتاج مساعدة. كيف بفتح هذا الباب؟ هاي شفنا مرة منها. عجيب، هاي كل هون، كل يوم هون. أشوف. طب تعال نشوف، نعرف كل شي بالليل شو بيكون. إذا بيكون في وحش. واو شو هون؟ بحكي لك شن ست. ما في حدا رح يجي؟ قرش. لا ليش بده يجي قرش اصلا؟ وشو في هون؟ اوكي هذا نفس المكان. اسف فهمت. هي الباب، مطبخ ما بنقدر ناكل فيه. سويتش. فوق فوق. ايه فوق؟ ها
هون حلوة غير ملابسي، واتخذ شي هون. لا اوكي خلصنا من هاد. هذا المكان العجيب. متى هاد؟ والله في اشياء كتير عجيبة ما اشوفها. اتخيل لا مي قصدي فلوس، بس المشكلة يعني في فلوس سمول او خلاص خلاص. لا ايه اوه شوفي هون اكشن ست. هذا المكان كتير عجيب. سيارة، سيارة واحدة بس. عجيب انه زي ما حدا بخالفني، انه ما حدا بعصب علي. شكله ما في اميرة اصلا يعني. وهاي القطة العجيبة ما بعرف ليش ملكتهم، ما بعرف. لا متوم. خلاص. هم مكان عجيب. واو ويت اكشن رايد طبعا. يا الله بدر فلاي. ويت لا ايوت. ويت هيك. ما ادري شو صار، من مصيبة يما كتير يما. خايفة اعمل مصيبة اقتل باي سكينة. يعني في سكينة اصلا؟ هذا المكان شفته، كان في هون حدا معه سكينة وواحد شو زي كانوا بده يتصور، بس ما بعرف وين راحوا. مشكلة في كتير ابواب كتير. عجيب اذا انزل تحت. شو ذا المكان؟ اوكي في مليون باب. شو هاد؟ يما فكرت حل للأبد. طيب وين انا هروح؟ في باب. ايش في هون؟ ليش هذا كتير المكان بيتوه؟ اوكي انا من وين اصلا دخلت؟ ايش في هون؟ سمول. هذا المكان كتير عجيب. هذا المكان اللي بديش اروح عليه ابدا. ولا هذا المكان. شو هاد؟ لا طبعا. هاي القطة، هلو قطة. هوسبيتال. هذا المكان اللي بيبيع مبرشو فيه. الشرطة هنا. عجيب انا ابدا ما بعرف انه في شرطة بتكون في هون، عشان انا كل يوم بلاقيه فاضي، كل يوم بلاقيه فاضي. طب شو في هون؟ كار ريبير. حلو. بوليس ستيشن. ليش عاملين زينة؟ كنت تحكوا لي ليش عاملين زينة؟ طيب ماشي. شو بصير؟ واو خلص الكريسماس، لسه في كريسماس الشهادة. هذا المكان العجيب. لا طبعا هدول وين الناس كانوا؟ وين البنت؟
ما بعرف وين البنت راحت. ايه عشان راح يا لا بدي اروح على السينما هذه المخيفة، ما بعرف شو عملت. نكتشف المكان. اغراضك كتير عجيبة، اوفر غريبة. في شي فوق؟ هيك كتير قصير. موتور. لا اش موتورز. هي سيارات. انتوا لسه صاحيين؟ حلو. وين كنا؟ كيك شوب. لا شكرا. شو في هون؟ يما يما في كتير اشياء عجيبة هون. ولا هاد هدول الناس ليش بلاقيهم كتير؟ ليش؟ هون كلوزد، كل شي كلوزد هون. يلا المكان كتير عجيب. 10 يلا مش مهم. يلا وين كنت؟ هون. ليه زينة؟ انا شكلي عملت زينة لما كنت بالمكان القط العجيب هذا اللي حسيته. لا بديش اعمل باي شكرا. ايش في هون؟ ولا هذا المكان ال شو اسمه؟ ابارتمنت. اوكي هذا اللي شفته. لا طبعا ما بديش مودي، لا اريد مكان ما بنفتح. هوم البوي. ايش هذا بالضبط اللي فوق؟ مزرعة. I want to play anyway. طيب العب ماشي. بيتهم كتير مقرف شوي يعني. في شي في يما. كتير مكان صغير، اوفر صغير اوفر. طيب شوفي هوم جيرل. بيتي الرائع هذا اللي في شيء، هذا اللي استكشفته من 20 مليون سنة وطلع فاضي. هون ما بعرف شو في هون الصراحة، بس ما في قرش ما بعرف ليش. لا بكفي المدرسة عندها الأشياء الفظيعة. طيب هون مكان أولاد. شوف هون كيف البابا فلتح. ايش هون؟ متى الصبح؟ اشوفي هون في كتير اسرار هون يما. ليش في مكان فاضي؟ اوكي مكان كتير عجيب لحد الان. المدرسة اشي عجيب. واو انا كمان بدي اعمل باتل. يلا يلا مش ولا ويت فكرتها بصارة حقيقية طلعت لا. طيب مش حلو. لا يعني عدت فكرتها بصارة حقيقية مش عدل فكرتها. خلاص سامحوني ما تعصبوا علي. هلا هيكون لي بوردة بوليس اظن، عم متأكدة. يلا ونشوفكم في الفيديو الجاي. باي.